فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من عنده غنم يتاجر فيها في البيع والشراء، فكيف يزكيها وما نصابها؟ زكيها زكاة عروض تجارة، هذه سلع، الغنم اللي معدة للبيع والشراء هذه عروض تجارة، تجب فيها الزكاة في قيمتها، إن باعها يزكي القيمة التي باعها به، وإن لم يبعها اتثمن بما تساوي الزكاة. نعم.